السلام عليكم ورحمة الله وعلى مساء الربيع المتوسط. إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله راكم بخير وعلى خير. معكم الأستاذ قسوم لمادة التاريخ والجغرافيا. ليكيب، استجابا للعديد من الطلبات جبنا لكم اليوم أول وضعية إدماجية في مادة التاريخ، راهي مقترحة بكل قوة في بيام 2023 أو في شهادة التعليم المتوسط 2023. ما تنسوش بداية دعمنا المقطع بزر الإعجاب، لراكم جدد معنا في قناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس وبارطاجوا هذه الفيديوهات باش توصل بزاف تلاميذ راهم مودرين في المادة ويستفادوا من هذه المقاطع كما راكم تستفادوا منها انتوما. ليكيب اللي مازال ما تبعوناش على الفيسبوك الاستاذ قسوم شعيب، اللي مازال ما تبعوناش على الانستغرام بروف شعيب قسوم، يلا نبداو حاجه ما تخلعنا. تبع معايا مليح اللي راك حاصل في الوضعيه الادماجيه، تبع معايا ان شاء الله خطوه بخطوه تعرف كيفاش تعالج السياق والسندات باش تروح تعليمها. نبداو مع السياق. قالك جاء في احد الكتب التاريخيه العبارة الآتية، راح نشوف هذه العبارة: كانت المقاومة الوطنية سجالا ضد المحتل الفرنسي رغم بشاعة سياسته الاستعمارية المنتهجة بالجزائر حتى الاستقلال. شوف تاريخي، أول حاجة لازم تفهم السياق قبل ما تروح للسندات. واش راهو يقول لك في السياق؟ نحكم القلم تاعي وراح نسطر على الكلمات المفتاحية اللي راح يساعدوني. كانت المقاومة الوطنية، ديروا هكذا سطروا تحتها، شوفوا اش قال لك: المقاومة الوطنية، ولم يقل المقاومة السياسية، ولم يقل المقاومة الشعبية المسلحة، بل قال كل المقاومات، يعني منذ الاحتلال كما قال لك، منذ الاحتلال والله ضد المحتل حتى الاستقلال. وبالتالي حنايا منذ الاحتلال الفرنسي حتى الاستقلال، واش شفنا؟ شفنا ثلاث اشكال من المقاومه الوطنيه: اولها الشعبيه المسلحه، ثانيها المقاومه السياسيه اللي سميناها الحركه الوطنيه، وثالثها الثوره التحريريه اللي حققت لنا الاستقلال. معليش راني في المسوده تاعي، شوفوا واش ندير. ندير هذا السلم الزمني، او نعم هذا السلم الزمني اللي درسناه. عندك له مقاومه شعبيه مسلحه، وين تبدا 1830، وين تفشل 1919، ومن بعدها موراها واش كاين؟ المقاومه السياسيه، ولا اللي نسميوها الحركه الوطنيه، تبدا في 19 وتخلص في 53. ثم اخر شكل من اشكال المقاومه الوطنيه او المقاومه نعم الوطنيه، عندنا الثوره التحريريه هي اللي حررت لنا الوطن في 62 1962. نظن باللي واضحه الان لك خلاص. نورمالمون رانا عرفنا واش رايحين نخدموا. قالك سجل ضد المحتل رغم بشاعه سياساته الاستعماريه. احنا على بالنا بلي فرنسا كي احتلت الجزائر طبقت عده سياسات ظالمه في حق الجزائريين باش تتحكم في العنصر الجزائري والارض الجزائريه، ولكن امام صمود هذه المقاومات والشعب الجزائري من خلال هذه المقاومات لم تفلح فرنسا في تلك السياسات. السند الاول فور احتلال الفرنسي للجزائر، او يقول لك فوره معناتها غير احتلونا، مجرد احتلونا، 5 جويليه 1830. هذا التاريخ شفنا فيه نداء دي بورمون، شفنا فيه معاده الاستسلام، وشفنا فيه سقوط الجزائر العاصمه في ايدي الفرنسيين. اندلعت المقاومه الرافضه له، اللي هي المقاومه الشعبيه المسلحه. السند الاول يتكلم على الشكل الاول من اشكال المقاومه. السند الثاني كان لجرائد ومجلات الحركة الوطنية دور كبير في توعية الشعب، كجريدة الشهاب وجريدة المجاهد، يعني كل هذه هي أبرزها جرائد الاتجاه الاستقلالي تاع صالح الحاج، والاتجاه الإصلاحي بقيادة عبد الحميد بن باديس. هذا السنة الثاني راح يهضر لك على المقاومة السياسية. أما السنة الثالث قال لك مجازر 8 ماي عجلت بضرورة بداية الكفاح المسلح. وش من الكفاح المسلح؟ اللي هو الثورة التحريرية، اللي هي ثالث شكل من أشكال المقاومة. هاي التعليمة، اش طلبوا منا في التعليمة؟ اعتمادا على مكتسباتك حرر فقرة تتحدث فيها عن الموضوع. شوف لي كيف تبوك راك سنة الرابعة، الله يبارك، راك كبير شوية في مخك وتفكيرك. في الشهادة ما يقولكش حد اكتب فقرة من كذا أسطر تتحدث فيها عن المقاومة الوطنية أو أشكال المقاومة الوطنية ضد فرنسا، ما يحددلكش واش تخدم، واش يقول لك تجيب فيها عن الموضوع. أنت كيفاش تعرف الموضوع اللي راح تجاوب عليه؟ قلنا باللي تحدوا من خلال السياق، والحاجة اللي تبين لك على ما راك راح تهدر
السندات، سميت السندات لأنك ستستند عليها لتحرير وضعية إدماجية. ليكيف بكاش حاجة صعيبة، تبعني مليح واش راح ندير وراح نخدمو لكم وضعية إدماجية في الشباب. شوف ليكيف، عندك مقدمة، مقدمة تاعك واش راح تهضر عليها؟ راك راح تهضر باللي بلدنا الجزائر وشنو هي الحاجة اللي خلات فرنسا تحتلها. شوف، نقولوا إن كثرة الثروات وموقع الجزائر الاستراتيجي وتحطم الأسطول جعل الجزائر محل احتلال من طرف فرنسا. عاود لي، إن ثروات الجزائر وموقعها الاستراتيجي وتحطم الأسطول جعل الجزائر محل الاحتلال الفرنسي، أو جعل فرنسا تطمع في احتلال الجزائر. ثم نقول يعني نهاية المقدمة، ومجرد هذا الاحتلال اندلعت أو عرفت فرنسا مقاومات رافضة لها فيما تتمثل أشكالها. هنا واش ندير فيما تتمثل أشكالها؟ راني طرحت سؤال وراني ختمت به المقدمة ديالي. أسكو عييت؟ ما عييتش كامل. واش درت لحد الآن مقدمة؟ بصحتي نص نقطة ديتها، ما عييتش كاع روحي. عرفنا ليكيف، نروحوا الآن إلى بداية العرض. واش نديروا في العرض؟ أول شيء نتركوا بياض ومن بعد نبداو نتكلموا. أول مقاومة شهدتها الجزائر هي الشعبية المسلحة بنوعيها، المنظمة أو اللي اسمها رسمية كمقاومة أحمد باي اللي تبدأ من 30 ل 48، ثم مقاومة الأمير عبد القادر من 32 ل 47. هذه وشنو؟ مقاومة منظمة. بلا ما تشرح ونصرا فيهم كاملة، لازم لابد أن تشير إليهم فقط. ناهيك عن وجود أو ناهيك عن المنظم المقاومات غير المنظمة التي عرفتها الجزائر بعد المنظمة، التي تتمثل في الزعاطشة من 48-49، ثم القبائل اللي بدأت في 51، ثم أولاد سيدي الشيخ في 64، أبو عمامة في 81، ومن بعد ما ننساوش كذلك التوارق في 81 حتى 23، وما ننساوش كذلك بعدها مقاومة الأوراس في 1916. هذه المقاومات غير المنظمة، ما كانتش مرتبة، ما كانتش تمشي على وتيرة مرتبة، بل هؤلاء اللي كانوا يقودوها كما أمود بن مختار، كما لالا فاطمة سومر المقراني وجماعة، كانوا يفتقدون للخبرة العسكرية. وما ننساوش باللي ما دخلتهم السلاح، ما دخلتهمش بزاف أمور. هذا الأمر اللي خلى المقاومة الشعبية الأولى أو المقاومة الشعبية المسلحة أول شكل من أشكال المقاومة تفشل في تحقيق الاستقلال. نقولوا ولما فشلت لعدة أسباب كعدم تلقيها الدعم وما إلى ذلك، انتهج الجزائريون ثاني شكل من أشكال المقاومة وهي المقاومة السياسية أو الحركة الوطنية. نقولوا التي مثلتها اتجاهات كالاتجاه الاستقلالي بقيادة مصالح الحاج، والاتجاه الإصلاحي بقيادة عبد الحميد بن باديس، والإدماجي بقيادة فرحات عباس وما إلى ذلك. يعني نتكلموا على هذه كامل ونقولوا هدفها توعية الشعب عن طريق الصحف والمجلات وكذا وكذا. بعد ما نكملوا نتكلموا على هذه الحركة الوطنية أو المقاومة السياسية، نحاول نربطوا بينها وبين الثورة التحريرية. واش ندخلوا؟ ندخلوا ثاني سند أو ثالث سند مادرة اللي هي مجازر 8 ماي. مجازر 8 ماي وقعت أثناء الحركة الوطنية. نقولوا ومجازر 8 ماي أو حدوث مجازر 8 ماي أكد من خلالها الجزائريون وتوصلوا إلى فكرة أنه ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. فبدأ الجزائريون يتخلون عن العمل السياسي لوحده، يعني وحده برك، وأكدوا على ضرورة بداية العمل المسلح. ورأينا ذلك من خلال أزمة حركة انتصار، أو قبل ذلك نقول رأينا ذلك من خلال تشكيل المنظمة الخاصة التي للأسف تم اكتشافها سنة 1950، ووقوع أزمة حركة انتصار في أفريل 1953 عجلت باندلاع الثورة التحريرية بعقدها لعدة اجتماعات. الثورة التحريرية واش راح نهضروا؟ نقولوا باللي فرنسا وضعت مشاريع قمعية ومشاريع إغرائية للقضاء على الثورة التحريرية بطريقة أو بأخرى، ولكن صمود الشعب الجزائري والتفافه حول الثورة بأعداد أو انضمامه للثورة بأعداد كبيرة جعله
يدخل فرنسا في المفاوضات لا غير كما رأينا في المرحلة الأخيرة. ها هي الفقرة يعني كتبنا فيها الأفكار اللي كنا نتكلم عليها. عندك في المقدمة بداية خلي بيان إن موقع الجزائر الاستراتيجي وثرواتها وتحطم أسطولها من أهم العوامل التي جعلت فرنسا تحتل الجزائر، لكن فور احتلالها يعني مجرد أن احتلتنا اندلعت مقاومات وطنية رافضة له، فيا ترى ما هي أشكالها؟ نشفنا ثلاث أشكال: شعبية مسلحة، مقاومة سياسية، ثورة تحريرية. بداية العرض نخليه بياض لهنا. لاقت فرنسا أول شكل من أشكال المقاومة وهي الشعبية المسلحة بنوعيها، شفنا فيها المنظمة بقيادة أحمد باي والأمير عبد القادر، ناهيك عن المقاومات غير المنظمة كالزعاطشة، القبائل أو سيدي الشيخ وغيرها. دير غير زوج ودير نقاب باش ما تذكرش كامل لأنه يعني يديرك هذا لعدد الأصفر. لكن فشلت لعدم تلقيها الدعم، نقولوا على أسباب، نتكلموا على أسباب فشل مقاومة شعبية مسلحة، لعدم تلقيها الدعم، نقص الخبرة العسكرية اللي قادوها وافتقادها للتنظيم، ما كانتش منظمة كما ينبغي. ليبدأ الأمير خالد المقاومة السياسية في الجزائر، شفنا الأمير خالد اللي رسل رسالة إلى رئيس أمريكي ويلسون، أول رجل جزائري بدأ الكفاح السياسي أو النظام السياسي التي مثلتها اتجاهات، هذه المقاومة السياسية مثلتها اتجاهات أبرزها الاستقلالي والإصلاحي. إصلاحي صحح العقيدة لدى الجزائريين وحققنا الاستقلال من خلال ذلك، والاستقلالي اللي كان فيه نجم شمال إفريقيا حزب الشعب حركة انتصار اللي وجدت لنا العمل المسلح أو اندلاع الثورة. الذين طلبوا بالاستقلال التام، هذا مطلب شفناه على الاستقلال ومعارضة الإدماج الاستقلالي والإصلاحي، وتمسكوا بمقومات الأمة اللي هي اللغة العربية لغتنا والإسلام ديننا والعروبة عروبتنا أو العربية عروبتنا يعني انتماؤنا، ناهيك عن مجازر 8 ماي، ما ننساوش هذه المجازر التي غيرت فكرة الجزائريين أنه ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. وأزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية أكدت على ضرورة بداية العمل المسلح في شكل الثورة التحريرية. أنا ربطنا مجازر 8 ماي ربطتنا بين المقاومة السياسية والثورة التحريرية 1954، فحاولت فرنسا القضاء عليها بمشاريع قمعية كما غلق الحدود الشرقية والغربية، كما إنشاء مراكز التعذيب، كما بزاف أمور محتشدات وإغرائية كمشروع قسنطينة، جاك سوستيل، فكرة سلم الشجعان وغيرها، لكن كل ذلك باء بالفشل. علاش فشل؟ أمام صمود الشعب الجزائري. الشعب الجزائري متخلاش على القرارات تاعو، قالت له جبهة التحرير رانا نديرو في هذه الثورة من أجل الاستقلال، بقى صامد ويسنى في الاستقلال، ما يعني ما نحاسش لفرنسا ولا تبع الامتيازات تاعها ولا الإغراءات تاعها، وهذا الفضل يعود إلى المجموعة الستة، جبهة التحرير اللي كان عندها دور كبير في توعية الشعب الجزائري. ومثلته جبهة التحرير، فحاولت فرنسا القضاء عليها بمشاريع قمعية، خلاص هذيك منها. فمثلته جبهة التحرير التي أجبرت انتصاراتها المتتالية كما مؤتمر بلدون، كما هجومة الشمال، فرنسا على الرضوخ أو إلى الرضوخ إلى المفاوضات. فرنسا كي شافت هذه الانتصارات لحق الشعب الجزائري وجبهة التحرير، كي شافت صمود الشعب الجزائري، كي شافت باللي الدول الخارجية يتغطى عليها سياسيا، ما بقى لهاش خيار ما عدا الرضوخ إلى أو الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير. مفاوضات هذه آتت أكلها يعني جابت نتيجة وينتا 5 جويلية 1962، قدروا نزيد لله 1962 ما علينا سيناها، بتحقيق الاستقلال والحمد لله رانا مستقلين. تبقى لنا لحد الآن الخاتمة، نقولوا إن هذا الشعب الجزائري ومجهوداته الجبارة والنصر الإلهي، كل هذا كانت أسباب كافية لإخراج المستثمر الفرنسي من الجزائر. هذه فور، هذه مقدمة أو خاتمة تقدر تعتمد عليها وبصحتك. كان معكم الأستاذ قسوم لمادة التاريخ والجغرافيا، وراح يكون معكم حتى نهاية المطاف حتى تجيب مليح وأعلى نقطة ممكنة في مادة التاريخ والجغرافيا. لكن ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو لبزاف تلاميذ ماذا بهم هما يشوفوا نموذج تاع وضعية إدماجية. نلتقي إن شاء الله مع فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم.